اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من برنامج زوايا الحدث، والتي سنناقش فيها تطورات الملف اليمني وجديد المواقف الدوليه حوله. تحضر اليمن بشكل مكثف هذه الايام على طاوله المجتمع الدولي بعد ان حولتها الميليشيا مسرحا للحرب وساحه للصراع. وفي جديد الاهتمام الدولي، اجتماع رابع للجنة الرباعية المكونة من وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات. وفي مخرجات الاجتماع الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، كان الرفض للخطوات التي قام بها تحالف الانقلاب في صنعاء، والتأكيد على ضرورة إيجاد حل سياسي وإنهاء الحرب ليستمر الحال فيما يبدو على ما هو عليه، دوران في فضاء العموميات دون التطرق إلى التفاصيل الهامة والإجراءات على الأرض الكفيلة بتطبيق العناوين العريضة. الرئاسة اليمنية أيضا كانت لها اجتماعات، حيث يسعى الرئيس هادي إلى إقناع الدول المانحة وصندوق النقل الدولي بضرورة مساندة إجراءاته الأخيرة المتمثلة بقرار نقل البنك المركزي والمركز المالي من صنعاء إلى عدن، في خطوة يرى البعض أنها ضربة قاسمة للميليشيا ستساهم بشكل كبير في إنهاء الحرب. تطورات الملف اليمني ستكون مثار نقاشنا في حلقة اليوم من برنامج زوايا الحدث في محورين. الأول يتعلق بالتعامل الدولي مع الملف اليمني وأثره على تأخير الحسم، والثاني بمعرفة مدى تأثير الاجتماعات التي تقوم بها الرئاسة على موقف المجتمع الدولي. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. تتوالى الاجتماعات والبيانات الداعية لحل الأزمة اليمنية بشتى السبل والوسائل، لكن لا أحد يستجيب ولا خطوات حقيقية على الأرض من شأنها أن تغير خارطة الصراع أو تعيد السلام المفقود. الجديد اجتماع الرابع للجنة الرباعية المكونة من وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات، هذه المرة على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، كان هناك إجماع على رفض كل الخطوات والإجراءات التي قام بها الإنقلابيون في صنعاء. الرباعية قالت إنها تسعى لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية وإنهاء العنف، لكنها لم تحدد السبل الكفيلة بذلك، خصوصا مع انعدام أدوات الضغط والتواصل مع ميليشيا الحوثي وصالح. الرئاسة اليمنية كانت حاضرة بالقرب من اجتماعات الرباعية تخوض صراعا من شكل آخر يتمثل في محاولة إقناع العالم والدول المانحة والصناديق النقدية بضرورة دعم إجراءاتها الأخيرة المتمثلة في قرار نقل البنك المركزي ومالية الدولة من صنعاء إلى عدن، وهو القرار الذي ظل لفترة طويلة محل رفض من كافة الأطراف الدولية. الحكومة اليمنية سجلت استجابة سريعة حين أعلنت ترحيبها بالبيان الصادر عن الرباعية الدولية، والذي استند إلى مرجعيات المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2116. وجددت الحكومة في بيان صادر عن الخارجية اتهامها لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بأنها تضرب عرض الحائط بكل مساعي السلام التي يقودها المبعوث الأممي، داعية المجتمع الدولي إلى إلزام الإنقلابيين بإنهاء الحصار عن مدينة تعز. الأمم المتحدة الحاضر الغائب دوما لا تمر مناسبة إلا وتذكر بضرورة العودة للمسار التفاوضي دون أن تمتلك أدوات إعادة الأطراف اليمنية إليه أو القدرة على إقناع القوى الدولية والإقليمية على ضرورة دعم جهود إعادة السلام. أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون جدد دعوته لدعم جهود إحلال السلام وتجنيب المدنيين مخاطر الصراع، مدينا تكرار سقوط الضحايا المدنيين جراء غارات التحالف، وذلك أقصى ما يمكن أن يقدم في الأزمة اليمنية. تبقى المشكلة اليمنية قائمة بكل تداعياتها الإنسانية والسياسية بعيدا عن إمكانية الوصول لمنفذ للضوء، وما زال هناك الكثير من الوقت ليتم هدره من قبل كافة الأطراف لاستنفاد سبل التوصل لحل يعيد لليمنيين جزءا من حياتهم المفقودة. إذن ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام مختار الرحبي، الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية. مساء الخير سيد مختار. أهلا وسهلا بك ومساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام جميعا وضيفك الكرام. أهلا بك أستاذ مختار.
إذا ما بدأنا بما حصيلة التحركات الدولية الأخيرة في الملف اليمني، هناك أكثر من اتجاه حدثت فيه، هناك أيضا اجتماعات للرئاسة، لو تعطينا موجزا عن أبرز النقاط. نعم، في حقيقة الأمر أن فخامة رئيس الجمهورية أثناء تواجده في نيويورك قام بسلسلة من اللقاءات مع دبلوماسيين وقيادات وزعماء ورؤساء. كل هذه طبعا اللقاءات تصب في مصلحة دعم السلطة اليمنية الشرعية في إجراءاتها الأخيرة التي تتمثل بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وكذلك هناك لقاءات أخرى لعل آخرها لقاء اللجنة الرباعية والذي خرج ببيان باركته الخارجية اليمنية. وهناك أحداث أخرى في يعني أهمها هو انتقال الحكومة بكامل أعضائها إلى مدينة عدن، وكذلك نعرف أن نائب رئيس الجمهورية متواجد منذ شهر ونصف تقريبا في مدينة مأرب، بالتالي نرى أن الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية بدأت في الترتيب خلال الفترة القليلة الماضية، وكذلك في الفترة القادمة سنرى أن الملفات السياسية خصوصا الداعية إلى العودة للمسارات السياسية والسلام أيضا بدأت تتحرك من خلال الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة وكذلك مبعوثه إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. طيب الآن اجتماع اللجنة الرباعية يوم أمس، هل يمكن البناء على مخرجاته في الدفع بالعملية السياسية إلى جولة جديدة من التفاوض؟ ما هو موقف الرئاسة اليمنية منه؟ بالنسبة لموقف الرئاسة وموقف الحكومة موقف واضح، وهو الترحيب بأي خطوة وبأي اجتماع يدعم عملية السلام باليمن. المشكلة ليست في الحكومة الشرعية وليست في الرئاسة اليمنية، المشكلة الحقيقية هي في الطرف الآخر الذي يتعنت بالعودة للمسار التفاوضي، والذي يوما عن آخر يأتي بشروط جديدة ويأتي باشتراطات جديدة قبل الدخول بأي مشاورات. أما بالنسبة للمشاورات، الحكومة ذهبت في مشاورات ظلت أكثر من 4 أشهر، ونعرف جميعا أنها كانت كلها يعني مشاورات، نستطيع القول أنها مشاورات عبثية، لم تخرج أي شيء، لم يتم إطلاق سراح شخص واحد من المعتقلين، لم يتم التقدم خطوة واحدة للأمام. بالتالي أنا أعتقد أن الدخول في مشاورات قادمة دون إجراءات ودون اتخاذ إجراءات عقابية ضد الميليشيات الانقلابية لن يأتي بالجديد، طالما وأن الميليشيات متزمتة ومتحفظة بآرائها ومواقفها لن يأتي بالجديد، إلا إذا تم التقدم خطوات عسكريه نحو الامام نحو العاصمه صنعاء، بالتالي سنجد ان الميليشيات الانقلابيه ستاتي وهي مرغمه. ايضا الملف المالي ايضا سيجعل من الميليشيات الانقلابيه ايضا ترضخ للمسارات السياسيه، طبعا هذا في 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 اذا كانوا ما زالوا يمتلكون ذره من عقل فانهم بالمحصله النهائيه سياتون لتوقيع تسويه او اتفاق سياسي او على الاقل استكمال المشاورات السابقة التي ابتدأت بجنيف ومثل ما جنيف 2 وكويت 1 وكويت 2، والبناء على المخرجات والمرجعية المتفق عليها وهي المرجعية الثلاثة المتفق عليها مسبقا. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد مختار. ينضم إلينا الأستاذ عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد للدراسات من الرياض. سيد عبد السلام، اجتماع جديد للجنة الرباعية بخصوص اليمن، برأيك إلى ما ستفضي إليه هذه التحركات المستمرة؟ طبعاً هي محاولة دولية جديدة لإتاحة الفرصة في خيارات السلام في اليمن، خاصة وأن الحرب تذهب إلى أبعد مدى وهناك تطورات جديدة على الأرض يتعلق بالانهيارات العسكرية والاقتصادية للانقلابين. هذا الأمر استدعى كثير من قلق المجتمع الإقليمي والدولي الذي يرى في الجماعة الحوثية أساس في التفاهمات المستقبلية في البلد، وبالتالي تحركوا من أجل منح فرصة جديدة. ولكن الأمر المختلف ما بين هذا الاجتماع الرباعية والاجتماع الأول الذي أفضى إلى مشاورة الكويت، هو أنه من الواضح جدا أن الأوراق تتساقط من يد الانقلابيين، وأن الأرض تنسحب من تحتهم ويبدو هم في وضع أضعف مما كانوا. طيب برأيك هل ستفضي هذه الاجتماعات إلى ضغوط سياسية جديدة على الحكومة الشرعية الرضوخ إلى نوع من التسويات السياسية التي قد لا تقبل بها، خاصة
أن هناك مرجعيات دائما يعني تجدد الحديث على وجود مرجعيات مؤتمر مخرجات مؤتمر الحوار وكذلك القرارات الأممية ذات الصلة. أنا أعتقد أن الضغط الذي سيحصل هو في إطار توقيت العمليات العسكرية، وربما إطار طيران التحالف لفترة وجيزة ربما 72 ساعة. وفقط أما بشأن المبادئ، وأعتقد أن الشرعية ومن ورائها أيضا التحالف العربي قد قرروا أنه لا يمكن عودة الدولة إلا في إطار المحددات والقرارات الدولية ووفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. هذا الأمر مفرغ منه، ولكن قد يحصل في هذا الجانب أو في هذه التفاهمات القادمة وخلال الهدنة 72 ساعة المتوقعة قد يحصل نوع من الاختراق في تجاوب الانقلابيين، حيث أنهم يشعرون الآن في أن كثير من الأمور لم تعد لصالحهم وأنهم في وضع أخطر مما كان من قبل. وإذا استمر الوضع على هذا الحال هم أيضا سيتجهون باتجاه خسائر أكثر في المستويات العسكرية والاقتصادية، خاصة وأن البنك المركزي بدأ يتحول من عدم بعيدا عن أيديهم. وأنا أعتقد أنهم يبحثون الآن عن ساعات ولو قليلة أو أيام أو بضعة أيام للتنفس وربما لإعادة ترتيب أوضاعهم على الأرض. طيب دعني من نقطة البنك المركزي أعود إلى الأستاذ مختار الرحبي. أستاذ مختار، عودة الحكومة إلى عدن، كذلك انتقال المركز المالي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة، هنا الحكومة باتت تمتلك أوراق أكثر وباتت تتحكم بها إن صح التعبير. الآن إلى أي مدى سيسهم ذلك أو أسهم في اجتماعات الرئيس هادي بتقوية الموقف، موقف الشرعية أمام المجتمع الدولي؟ هذا بكل تأكيد، وهو ما تحدث به فخامة رئيس الجمهورية اليوم أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة. تحدث قال أن الحكومة، رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة متواجدين في عدن ونائب الرئيس متواجد في مأرب، وهذه نقطة قوة للحكومة. يعني في السابق كانت الحكومة وكافة رجالة الدولة يتواجدون خارج اليمن وبالتحديد في العاصمة الرياض، لكن الآن نتحدث عن الحكومة عادت، البنك المركزي عاد إلى 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 عدن، أصبحت الحكومة لديها إيرادات، لأن الحكومة منذ عامين تقريبا ليست لديها أي ميزانية ولم يتم الإعلان عن أي ميزانية. بالتالي حتى في الفترة السابقة عندما عادت الحكومة ورئيس الحكومة إلى عدن لم يكن يستطيع يتحكم بأي مبالغ، ولم يستطع حل أي إشكاليات تواجه المواطن في المناطق المحررة، خصوصا في العاصمة المؤقتة عدن. الكهرباء ما تزال إشكالية قائمة، المياه، الخدمات الأساسية للمواطن ما تزال قائمة. لكن أنا أتحدث عن انتقال للبنك المركزي ونقل الإيرادات، ونحن نعرف أن معظم الإيرادات هي في المناطق المحررة، في حضرموت، في مأرب، البترول، أيضا الغاز، كافة القطاعات الإيرادية هي في المناطق المحررة. بالتالي الآن الحكومة تبدو أكثر قوة وأكثر صلابة وأكثر تمكينا في المناطق المحررة. ننتظر منها الاستمرار في تواجدها داخل المناطق المحررة، ونحن نعرف أن كثير من الوزراء سيذهبون إلى مأرب والبعض الآخر ذهب إلى مدينة عدن. بالتالي أعتقد أن موقف الحكومة في هذه الفترة أقوى من ذي قبل، وهو ما سيمكنها من الحديث بقوة أمام المجتمع الدولي وأمام صندوق النقد الدولي أيضا وأمام الدول وأمام حتى الاجتماعات التي تتم بشأن اليمن وأمام الأمم المتحدة. الحكومة ثابتة في الميدان، لديها إيرادات، لديها القوة في الاستمرارية في الميدان وتقديم الخدمات الأساسية وفرض الأمن والاستقرار في المناطق المحررة. طيب سيد مختار، الآن هناك من يتحدث على أن الرئيس هادي ظهر متمسك بشكل أو بآخر بالعودة إلى مخرجات الحوار الوطني. الآن في الفترة إذا انتهت الحرب الحالية بين الشرعية والانقلابيين بنوع من التسوية السياسية الجديدة، هناك من يطرح أن هذا من شأنه العودة والبدء بمرحلة جديدة كليا، خاصة وأن في حتى الاتفاق الذي يعني وافقت عليه الشرعية الذي قدمه إسماعيل ولد الشيخ أو مشروع الاتفاق، كانت هناك بعض النقاط التي اعتبرها الكثيرون تراجعا بالنسبة للمبادئ، وإن كانت ليست تراجعات كبيرة ولم يوافق عليها الانقلابيين في نهاية المطاف. لكن إلى أي مدى ستلتزم الشرعية أو ستكون الشرعية قادرة على الالتزام بمخرجات الحوار الوطني، بالقرارات الدولية ذات الصلة، كذلك بالآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتي رسمت الطريق للمرحلة الماضية؟
نعم، بالنسبة للمخرجات الحوار الوطني هي نقطة أو هي مرجعية من المرجعية التي متفق عليها سواء في الأمم المتحدة أو في كافة الاتفاقيات السابقة، وهي يعني من المرجعية الثابتة والتي لا أعتقد أنه سيتم التنازل عليها. لكن في الأخير في أي تسوية قادمة سيكون هناك تنازل وسيكون هناك تقديم للتنازل وسيكون هناك مرونة يتم تقديمها أثناء أي تسوية سياسية قادمة، وهذا معروف في عالم السياسة. بالتالي مخرجات الحوار الوطني أو كافة الاتفاقيات السابقة أعتقد أنها ستكون يعني ستكون يتم مناقشتها، لكن لن يتم التنازل عن ما تم الاتفاق عليه في المخرجات. أهم هذه المخرجات هي بناء الدولة الاتحادية وشكل الدولة وباقي تفاصيل مخرجات الحوار الوطني. الحوثيين يحاولون الحياد عن هذه المخرجات، لأن عبد الملك الحوثي أعلن صراحة أنه لا يمكن القبول ب الإقليم الذي تم حصره في إقليم آزال صنعاء عمران ذمار وصعدة، وهو إقليم لا يوجد فيه أي منفذ، وكان يطالب بمنفذ وحيد وهو منفذ ميدي في حجة. بالتالي أنا أعتقد أن الحديث عن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في هذه الأزمة أعتقد أنه سابق الأوان. ما زالت المعركة العسكرية قائمة، ما تزال المعركة السياسية قائمة، ما تزال حتى الحديث عن تسوية سياسية لم تبدأ حتى هذه اللحظة كإجراءات عملية وكضغوط على الطرف الآخر للقبول بهذه التسوية السياسية. طيب أشكرك إذن سيد مختار الرحبي الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية، كنت معنا عبر الهاتف. أعود إلى سيد عبد السلام محمد. أستاذ عبد السلام، هناك من يطرح أن الحكومة وإن كانت تقدم نوع من المرونة في التفاوض مع الحوثيين وكذلك موافقتها الكثير من النقاط التي يبدو أنها ليست يعني مجحفة إن صح التعبير بحسب تقدير الكثيرين، هل برأيك ستستمر في الصمود وفق المعطيات الحالية على الأرض كذلك على صعيد التحركات الدبلوماسية التحركات الاقتصادية التي تقوم بها؟ هل ستكون قادرة على التمسك بالمبادئ التي أعلنتها والتزمت بها؟ أولا، المؤشر الحقيقي لعملية السلام المستقبلية سواء بمشاركة الحوثيين أو بغيرهم هو أن تتحول هذه الجماعة من جماعة مسلحة إلى جماعة سياسية، وبالتالي لا وجود لأي مؤشرات لهذه الجماعة الأيديولوجية التي تستخدم القوة والعنف المسلح في فرض آرائها وأفكارها والسيطرة على الدولة. لا يوجد أي مؤشر مطلقا للذهاب لعالم السياسة، وبالتالي من المستحيل أن تنجح أي تفاوضات معها، وإنما تتم المفاوضات فقط إما لإعطائها فرصة وإما للحفاظ عليها وإما للتمدد. أعتقد أن تدخل التحالف العربي في البداية أنهى حلم التمدد تماما وأنهى حلم السيطرة كدولة قائمة دولة أيديولوجية ثيوقراطية بالنسبة للحوثيين في اليمن، تتبع مباشرة المرشد في إيران أو في قم. الأمر الذي الآن تبحث عنه هذه الجماعة عن دويلة دينية في شمال الشمال تقيمها على الحدود اللي تنطلق منها لإيذاء الجيران في الفترة القادمة. أنا بتوقعاتي أن الشرعية يجب عليها أن تتخذ كل الوسائل والطرقات للوصول إلى استعادة الدولة، ومن بينها أن تتم الإجراءات والمفاوضات في الجانب السياسي بشكل مستقل عن الجانب الميداني العسكري، وأن يتم الاستعداد للجانب العمل العسكري، وأعتقد أن الجانب العسكري هو الذي سيفرض الأمر في نهاية المطاف. لكن أستاذ عبد السلام، يعني اللجنة الرباعية تحدثت عن العودة إلى الهدنة التي تمت في أبريل الماضي ب 72 ساعة على الأقل، إذن هناك نوع من الربط بالنسبة لها ما بين العمل في الميدان وكذلك العمل السياسي. طبيعي جدا، المجتمع الدولي هو لا يريد حروب تنهزم فيها الأقليات أو ما يسميها هو الأقليات، لأن الأقليات بالنسبة له كنز وورقة رابحة جدا بقاءها في السلطة للحفاظ على كثير من المصالح. وهي الأقليات عادة لا تؤمن بالعمليات الديمقراطية، إنما تؤمن بالسيطرة على 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 الأنظمة وعلى الدولة وعلى الشعوب. أنا باعتقادي أن المسألة هي نوع من الحرب سواء في الجانب السياسي أو في الجانب العسكري، وما يدور في إطار المشاورات والمفاوضات في إطار الرباعية هو جزء من الحرب، أي بمعنى
أننا ننتظرهم ونقول لهم ماذا ستقدموا، ماذا ستعملوا من مشاورات ولم تحقق شيء في المرة الأولى، والآن سنتيح الفرصة لكم. لكن هم أيضا عندما يضغطوا على الحركة الحوثية لبدء المشاورات، الحركة تتجه باتجاه استعادة نفسها، باتجاه الحصول على أسلحة جديدة، باتجاه فتح معسكرات جديدة. وقد رأينا الآن أنهم بدأوا بفتح معسكرات نسائية، وهذا الأمر خطير جدا، أي بمعنى أنه بعد شهرين من المفاوضات ستكون هناك جيوش عسكرية نسائية موجودة في الجبهات. هذا الأمر معناه عسكرة المجتمع، معناه ذهاب لأبعد ما نصور إلى للعنف والأعمال المسلحة، معناه دخول البلد في كثير من الصراعات وربما الفوضى. وأنا أعتقد أن المسألة هي تتعلق بالنسبة للشرعية عبارة عن أوراق، الورقة الرابحة هي التي ترجح كفتها، وهي ورقة الأعمال العسكرية على الأرض وفرض أمر واقع وسحب البساط من سيطرة الحركة المتمردة الانقلابية. طيب أنت الآن تحدثت عن الورقة العسكرية، سابقا تحدثنا عن الموضوع السياسي، الآن هناك تحركات يقوم بها الرئيس عبد الرب منصور هادي بعد قراره بنقل البنك المركزي إلى عدن. هذه التحركات تهدف ربما إلى يعني تطمين المجتمع الدولي من ناحية قدرة الحكومة على التعامل الاقتصادي مع ملف الأزمة اليمنية. هل ستكون قادرة برأيك على بعث رسائل ثقة للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية سواء المانحة أو المراقبة لسير العملية في اليمن؟ الملف الاقتصادي معقد جدا في اليمن، والملف له تبعات وآثار منذ حكم نظام صالح، ونحن رأينا سويا تقارير المجتمع الدولي في عام 2009 قبل عامين من حصول ثورة الشباب وثورة التغيير في 2011، رأينا انهيارا اقتصاديا كاملا وصلت به اليمن إلى على وشك كانت تحول إلى دولة فاشلة. الآن هذا الملف معقد جدا ومستحيل جدا حصول اختراق فيه وحلول في وقت بسيط. وأيضا الانقلابيون فيما بين 2014 و2016 قد ذهبوا بموازنة البلاد وبقايا احتياط البنك المركزي إلى الفراغ، وأصبحت البلد في وضع سيء جدا. باعتقادي أن القول ليس كالعمل، وهناك صعوبات كبيرة جدا، لكن على الأقل أن ما تقوم به الآن هو كان حكومة الوفاق الوطني بالأساس بعد تشكيلها في 2012، الحفاظ على البلد من الانهيار الاقتصادي، ولم تكن الوصول إلى حالة الرفاه. ولكن الانقلابيون بدأوا يشنون حربهم الإعلامية من منطلق الرفاه. الآن الأولوية في مسألة نقل البنك المركزي الحفاظ على ما تبقى من سلطة الدولة فقط بالجانب المالي والاقتصادي، وهو أنه يستعيد التواصل مع البنوك الخارجية، الحصول على استمرار التجارة الخارجية التي تتعلق بالمواد الغذائية والأساسيات والضرورة، مسألة ترتيب الديون الخارجية، الحصول على الوصول إلى بعض كثير من المداخيل للدولة في الضرائب والجمارك إلى مكانها الطبيعي، والحفاظ على القدر الأقل من مرتبات الموظفين الدولة التي فقدت تمام، فقد أكثر من نصف موظفي الدولة رواتبهم خلال حكم الميليشيات، والآن النصف الآخر الذي كان مع الميليشيات في العاصمة صنعاء بدأ يفقد تدريجيا ويحصل على جزء من مرتب وليس مرتب كامل. أنا بعتقد أن الأولويات القادمة حتى هذه الأولويات صعبة جدا على الحكومة، لكن ربما على الأقل أن تتعداها في حالة الحرب. طيب بسؤال أخير سيد عبد السلام، بالأمس قال الرئيس هادي أن هناك مصالح دولية تؤخر عملية الحسم في اليمن، ما الذي قصده الرئيس بالضبط؟ من هي هذه الدول؟ ما هي هذه المصالح؟ نحن نعرف أن هناك تجاذبات إقليمية ودولية بالنسبة لليمن. التجاذبات الدولية لا علاقة بالصراع الأمريكي الروسي في المنطقة بالذات في سوريا، وهذا الأمر انعكس سلبا على اليمن، لكن ليس خطير بما يتعلق كما يتعلق بالصراع بين المنظومة العربية ومنظومة التحالف العربي وإيران. إيران تدخلاتها الإقليمية وتدخلاتها الخارجية تريد سيطرة على الممرات المائية على مضيق باب المندب، وتريد أن يكون لها
أدرع وأيدي وأرجل في منطقة الحدود مع الخليج النفطي، وهي تريد أن تبعث رسائل فوضى باتجاه الخليج خلال الفترة القادمة. أنا أعتقد أيضا كما هو هناك تجاذبات بين المنظومة العربية وإيران، هناك حالة خلاف بسيطة جدا داخل المنظومة العربية بشأن بعض من الأولويات، خاصة ما يتعلق في إطار التحالف العربي، لكن هذه المسألة ستحل أعتقد خلال الأيام القادمة، وأعتقد أن الاتجاه يتجه باتجاه استعادة الدولة اليمنية. أشكرك عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات، كنت معنا في حلقة اليوم من زوايا الحدث من الرياض. كما هو شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزميل ماهر أبو المجد معد الحلقة، وتحيات أفراد الطاقم العمل الفني. إلى اللقاء.